ما شاء الله عندك أكرم وزي وزبيدة فقط. نعم. شحال في عمرها زبيدة؟ 11 سنة. وأكرم؟ 4 سنوات ونصف. الله يبارك. شفنا البيت هذاك، راكي ساكنة فيه هذاك البيت؟ من وقتاش ساكنين فيه؟ ملي تزوجت. صح، ما صعيب شوي المعيشة فيه. الحمد لله، واش ندير؟ نعم، يعني 13 عام وأنت ساكنة فيه. كيفاش فوتوا السنوات هذه كامل؟ ظروف يعني ربي اللي عالم بها. حكينا كيجيك الشتاء كيجي الصيف كيفاش راكم تفوتوا؟ شتا علينا يعني وسخان علينا كيف واش ندير والله غالب. نعم، واش يخدم الزوج تاعك جاسية؟ عامل نظافة في المدرسة. في المدرسة، شحال عاطينو شهرية؟ 540,000. نعم، 540,000 من نهار تزوجتوا لليوم هو يخدم في نفس العمل. عشتوا بال 540 في الشهر. كيفاش هذه بركة كبيرة في سبحان الشهرية الله. هذه الحمد لله، الإنسان لازم يقول الحمد لله. نعم، كافيتكم ولا يعاونكم أهلك والجيران؟ ماشي كافيتني. نعم. يعني كاينين الناس كثر خيرهم يعني. نعم، الدار هذه قلتي لي باللي الوالد يعني جد الأطفال كتبها لأبوهم الوالد تاعهم. نعم. يعني راهي مكتوبة باسم الزوج تاعك. اسم الزوج. نعم، ما قدرتوش تبنوها. ما قدرتوش تديروا لها والد. تبنوه. ما كنتوش تسكنوا في منطقة فلاحية باش تديوا سكن ريفي ولا لكم مساعدة. نعم. تسكنوا في المدينة. تسكنوا في المدينة. نعم، إن شاء الله خير. سيدي داود. نعم. وأولادك زادوا هكذا ولا؟ زادوا هكذا. في اليوم الأول زادوا هكذا. هكذا، التشوه في القرنية كيزيدوا هكذا بالتشوه. نعم. عندكم مشكل في العائلة تاعك ولا العائلة الزوج تاع لا ما عندنا ما عندناش مش مشكل وراثي لا ماشي مشكل وراثي. نعم، وعرفتيهم على أطباء؟ عرفتهم على أطباء والحمد لله قدرت ونديتهم لإسبانيا. نعم، والمبلغ كبير ما نقدرلوش. نعم، في إسبانيا في الرحلة الأولى واش درتي؟ درت لهم التعيار ولراديو كامل. نعم. قالوا لي بلي الحمد لله التشوه في القرنية برك. نعم، وزرع القرنية كاين يعني. نعم، من مبلغ كبير. نعم، واش درتي لهم بالضبط؟ غير لي زاناليز ولا؟ لا، درت لي راديو. نعم. ووحده العين بنتي. نعم. ماما تحتاج 4 عمليات بصح. نعم. الحمد لله درت لها عمليه، يعني في كل عين زوج عمليات. نعم. عمليه باش يوسعوا لها العرق؟ لا باش. نعم. يحبسوا لها الضغط من عينها. نعم. والاخرى باش يروح البياض هذاك يزرعوا لها زرع القرنيه. نعم، شحال العين الواحده شحال تستكلف لها؟ باش نحبسوا الضغط من العين 120. نعم. وباش نزرعوا القرنيه 150 للعين. نعم، يعني العمليه العين الواحده 270 مليون للعين الواحده. ان شاء الله خير، ربي يكون معك ان شاء الله. ان شاء الله يا خويا. ديتي ولادك في زوج عيرتي لهم، ديتي لهم ليزاناليز، ولكن خيرتي زينب زبيده عفوا انه هي اللي ديري لها العمليه، ما خيرتيش ابنك اكرم. لا ماشي. كان صعيب عليك، المبلغ ما كانش يكفيهم في زوج. ما نقدرش. وكان لابد ديري الواحد فيهم. لازم. ايه. اللي عندي صافي شت هذه كبرت وراهي تقرا. نعم. وهذا العام ان شاء الله سيزيان. نعم. دعوا لها ان شاء الله تجيب. ان شاء الله ربي يوفقها. عندها معدل ما شاء الله يعني. شحال راهي تجيب معدل؟ 9.18. نعم، خيرتي زبيده هي اللي درتي لها العمليه. قلت هي كبرت واكرم مازال ان شاء الله. نعم، ان شاء الله خير. لو كان بيدي راهم في زوج برافو. نعم، إن شاء الله.